في وقفة احتجاجية هي الأولى من نوعها في الولاية، طالب عمال الشحن والتفريغ بميناء سكيكدا بالإدماج، منددين بالتوظيف الانتقائي وظفر السكان من خارج الولاية بمناصب الشغل في الوقت الذي يتخبطون فيه بأزمات عدة على غرار أزمة السكن والبطالة. السلام عليكم، احنا عمال شحن التفريغ في ميناء سكيكدا. احنا كما يقول لك هضرنا مع مدير مؤسسة الميناء سكيكدا، اعطانا وعود وعود كثر في الوعود هادو ما نفذناش، وكما يقول لك احنا كما طالبين بحقوقنا، كفانا حقره وكفانا تهميش، احنا ثاني نطالبوا بحقنا ويا فينا بالوعود تاعنا وندخلوا نخدموا كما ايتها الناس اخويا، وكما يقول لك طالبينها بحقوق كما يقول لك نظاميه، وكما يقول لك رانا منظمين كما ايتها الناس نطلبوا بحقنا برك. هذا واش بنوموندي في البلاد حايبين نفهموا برك، الا كان هادي ولاد العمال غير ولاد العمال يدخلوا يخدموا، اللي ما عنده اللي عنده تما والديه ما عداوش على المؤسسة هذه ما عندوش الحق باش يخدم لهنا. انا فين طوانا صابر هنا عندنا 20 عام وحنا صابرين، ومن حقي انا اخويا العزيز من حقي نخدم، خاطر فين طوانا نخدم على المؤسسة هذه لا، وانا لي الاولويه لينا الاولويه باش ندخلوا نخدموا حنايا افون هاد العمال هذه وحده، وافون برانيه من يجيبوا من برا يدخلوا فيهم يخدموا هنا، وعندنا لي بروف. احنا شوف احنا دركا سمعنا الشكايات تاع هاد العمال هادو، كل واحد وعبر على واش كاين داخل في قلبه، ونطلبوا من السلطات اي مسؤول في المؤسسه البنائيه هذه يشوفوا معنا برك، نمو التفاته برك صغيره هذا ما نطلبوا. ودرك احنا ماذا بينا، احنا جزائر جديده ماذا بينا نبنيو جزائر جديده، احنا كيما نخدموش بلادنا شكون راه يخدمها؟ احنا اللي حابين نخدموا بلادنا مالكري ورانا كبرنا، بصح مازلنا نمدوا باسكو كيما يقول لك عندنا الكوراج والحمد لله. احنا نخدموا الكونتينر دي فوا على بالك 50 دوغري في الصيف 50 دوغري، وحده نخدموا صابرين ونحملوا كل شيء، يعني شغل واش راح يعني كون جا واحد يعني واحد يجي في بلاصتنا يريح ميم با 5 مينوت 5 دقائق في مستلحاويه ما يسيبورتيش، امبوسيبل يريح. والله سوفرينا والله، شوف يعني صدقني سيطروا بزاف.